الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان حديثنا في باب الاضطرار الى الحجه الحديث الرابع وهو مروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وكانت من قصة هذا الحديث أن شامياً قصد الحجاز ليناظر أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في أمر الإمامة. فناظر بعضهم ومنهم هشام ابن الحكم. وببركة هذه المناظرة آمن الرجل واعتقد بإمامه الامام جعفر ابن محمد الصادق عليهم الصلاه والسلام وقد مضى الحديث عن هذه المناظره في حلقه سابقه تتمه هذا الحديث هو تعليم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أصحابه بكيفية المناظرة، لأن بعض أصحاب الإمام تناظروا مع هذا الشامي، ولكن الذي غلبه في الجدال وسبب إيمانه هو هشام ابن الحكم، فالإمام عليه الصلاة والسلام تعليما لهم ومن ثم تعليم لنا ولكل مناظر لكي يعلم ان الجدال بالتي هي احسن كيف يكون يبين مجموعه من قواعد الجدال والمناظره بالتي هي احسن لكي يصل الانسان المحق الى مطلوبه وهي تتلخص في عشره نقاط ونحاول ان نبين هذه النقاط العاشر في هذه الحلقه النقطه الاولى اصابه الاثر عن رسول الله صلى الله عليه واله والاستدلال بكلامه حينما انت تناظر مسلما ولكن من مذهب اخر طبعا هو يقبل رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه واله رسالة الرسول محمد محل اتفاق بين المسلمين فإذا ثبت حديث عن رسول الله الجميع يسلم له فأنت عندما تجادل مسلما من طائفة أخرى من فرقة أخرى حاول أن تستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وآله المقبول لدى الطرفين تارة الحديث عن رسول الله أنت تقبله لأنه موجود موجود في كتبك هو لا يقبله ذكر هذا الحديث لا ينفع لأنه هو ينكر ذلك الحديث كما انه بالعكس اذا هو يريد يستدل بالاحاديث الموجوده في كتبه وليست موجوده في كتبك. يمكن لك ان تقول ان هذه الاحاديث لم تثبت لدينا انها عن رسول الله صلى الله عليه واله، بل هي مثلا موضوعه. لكن هناك احاديث رواها المسلمون اجمع. او لا اقل الشخص اللي اتجادل انت بالتي هي احسن طائفته روت ذلك الحديث فان تستدل بذلك الحديث فلا تترك له مجالا لكي يتهرب يعني مثلا الان نحن حينما ناتي نناظر من لا يعتقد بامامه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام زين هو ما يعتقد. نأتي لنريد ان نناظره. هناك احاديث متفق عليها بين الفريقين، روتها الشيعه وروتها السنه في صحاحها. تذكر ذيك الاحاديث. مثل حديث الثقلين: اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي. هو ما يقدر يقول الحديث كتاب الله وسنتي لان كتاب الله وسنتي هذا الحديث لا سند له في كتبهم بل هو موضوع الحديث اللي موجود في صحاحهم باسناد صحيحه في الصحاح السته خمس مرات هذا الحديث مذكور هو كتاب الله وعترتي بألفاظ مختلفه مثلا في الصحيح صحيح مسلم عندهم أُذكِّركم الله بأهل بيتي، هكذا التعبير. تستدل له بحديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. تستدل بحديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فبهذه الطريقة تلزم الذي تجادله بالتي هي احسن ان هذا هو كلام الرسول وثابت باسناد صحيحه في كتبكم كما هو ثابت في كتبنا. والدلاله واضحه، قد يناقش في الدلاله، انت متناقشه في الدلاله تثبت هذه الدلاله. والدلاله واضحه والنتيجه ان رسول الله صلى الله عليه واله عين من بعده عليا عليه الصلاه والسلام. هذه هي طريقة سليمة جدا لإلزام ذلك الشخص بالحق. هذه النقطة الأولى التي يبينها الإمام الصادق إصابة الأثر عن الرسول صلى الله عليه واله والاستدلال بكلامه ومعرفة الآثار وتعلمها. النقطة الثانية يذكر الامام عليه الصلاه والسلام هو انه انت تعلم الجواب النقضي والزام الخصم بما يعتقد به هذا ايضا طريقه يعني مثلا افرض احنا نناقش نصراني نقول للنصراني انت تقبل التوراه نعم العهد القديم تقبل الانجيل؟ نعم العهد الجديد. هذا الكلام اللي أنا وياك دا نتناقش فيه موجود في التوراة، موجود في الانجيل، نفس هذا الانجيل اللي طبعوه الان. المحرف تقبله؟ نعم. هذا الحق اللي أنا اقوله موجود في كتابك. عاد ما يقدر ينكر كتابه. انت تلزم الخصم بما في كتابه. طبعا بين قوسين نذكر احنا هذا الاسلوب نستعمله والاخرون ايضا يستعملوه بس لازم يكون في بالك انت عقيدتك ما تاخذها من كتب الاخرين انت عقيدتك تاخذها بما ثبت بينك وبين الله صحته من احاديث الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام إذا واحد اتجادل بما في كتبه هذا للجدال لكي تثبت الحق عن طريق كتابه مو أنه تاخذ عقيدتك من كتابه يعني أنت عندما تجادل نصراني وتجيب للتوراة أو الإنجيل وتستدل لنقض كلامه بما هو موجود في التوراة والإنجيل هذا مو معنى أنه أنت ماخذ عقيدتك من التوراة المحرفة ومن الإنجيل المحرف لا انت عقيدتك ما اخذها من القران من السنه من روايات الرسول من روايات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام من الادله العقليه لكن هذا الحق اللي انت ما تعتقد به ما تقدر تقول للخصم انه هذا موجود في القران هو ما يعتقد بالقران لانه هو مثلا نصراني ما تقدر تقول بانه هذا من كلام الرسول صلى الله عليه واله الرسول محمد لانه هو ما يعتقد بنبوته فلإثبات هذا الحق تستدل عليه بما هو موجود في كتبه وهي نقطة جدا مهمة أكو بعض الناس عندما تقول أنه هذا الكلام موجود مثلا في كتبنا يقول زين شنو السند شنو الدلالة شنو كذا شنو كذا يبدأ بالتشكيك لكن بس ما تقول أن هذا المطلب موجود في كتب الخاصم يسلم. هاي حالة من الازدواجية والانهزامية. الان بعض الناس عندنا من ادعياء الثقافة مثلا إذا كلام تقول له هذا الكلام كلام الرسول صلى الله عليه واله موجود في القرآن ما يصدق به. بي. أما إذا قلت له أنه هذا الكلام قاله الفيلسوف الغربي الفلاني يسلم. قاله مثلا المفكر الغربي الفلاني يسلم، تقول له قال الله وقال الرسول لا يسلم. اما تقول له قال فلان الغربي يسلم، فهذا دليل على انهزاميه شديده. انت عقيدتك الصحيحه تاخذها من المعين الصافي. نعم اذا كلام الاخرين تطابق مع عقيدتك ايضا قد تستشهد بكلامهم لاجل اثبات الحق لانصارهم مو لنفسك. أحد الإخوة قبل أيام نقل كلام قال أنه إحنا ذهبنا لنلقي محاضرة في إحدى الدول الغربية، والحاضرون من المسلمين الذين نموا في تلك الدولة، يقول عندما نذكر مفاهيم إسلامية هذه المفاهيم الإسلامية تقترب أو يقترب إليها بعض المفاهيم الموجودة في الغرب سواء في المسيحية أو في ثقافتهم الغربية يقول يتلقوها برحابة صدر هذه المفاهيم الإسلامية القريبة من المفاهيم عندهم يقول عندما مثلا نذكر معاجز الأئمة عليهم الصلاة والسلام معاجز الرسول بسهولة يتقبلوها ليش؟ لان هم في مجتمع مسيحي يذكر فيه معاجز السيد المسيح سلام الله عليه بكثره في الكنائس وفي الجرائد وفي المدارس انه احيا الموتى، انه ابرأ الاكمه، انه كذا وكذا وكذا فعل من معاجز ذكرها القران ايضا ونطقت بها الروايات. زين فهو في مجتمع يقبل المعاجز. هسه انت تجد تقول ان الرسول محمدا صلى الله عليه واله كانت له المعجزه الكذائيه يتقبلها. وكذلك في مسائل اخرى حتى في الاحكام الشرعيه. عندما مثلا مساله الطهاره والنجاسه تذكرها ان البول نجس ان الدم نجس ان كذا نجس زين هذه النجاسات هي قذارات بالاساس تولد الجراثيم. هذاك ذاك المجتمع هو ما يقبل بشيء اسمه النجاسه وطهارة لكن يفهم القذاره فعندما تقول له اذا اصاب بدنك بول اذهب واغسل بدنك اذا تريد تصلي لازم تكون طاهر يتقبل هذا الامر ليش؟ لانه هو يعلم حسب العلم الحديث ان البول قذر محل اجتماع الجراثيم فهذا الحكم الشرعي يقترب اليه مثلا ما دل عليه العلم مثلا في هذا الجانب يتقبلون يقول اما تروح في جانب اخر شويه يبتعد عن الثقافه الغربيه تتكلم حول الحجاب مثلا تتكلم عن حرمه مصافحه الرجل والمراه الاجنبيان اللذان لا توجد بينهما علاقه زوجيه او علاقه محرميه يقول شويه في صعوبه هسه بعض المسائل مثل الحجاب اللي هي من ضروريات الاسلام وجميع المذاهب الاسلاميه تدعو له وايات قرانيه موجوده والمبلغون المسلمون يركزون على ذلك ما يقدرون هوايه يبدون امتعاضهم اما كثير من الاحكام اللي هذه غير مذكوره مثلا في الالسن او قليلا ما تذكر هذه تثير امتعاضهم هذا يعني شنو؟ يعني جعل الاصل الثقافه ثقافه البلد الذي يعيش فيه وهو بلد غير اسلامي والاسلام جعله امرا ثانويا فاذا تطابق مع هذه الثقافه قبله برحابه صدر واذا لم يتطابق امتعض منه اما خالف اما اعترض اما استشكل. اكو ناس من الاعراب يعني من البدو الذين كانوا يسكنون في الباديه هؤلاء جاؤوا الى المدينه واسلموا زين اذا في سنه اسلامه كثره الامطار وكثره المراعي وكان نتاج اغنامه مثلا وشياته نتاج جيد كان يطمئن هذه من بركه الاسلام انا اسلمت بسبب الاسلام اجت البركه في اموالي لكن إذا أسلم في سنة جدب قلة الأمطار وقلة المراعي وعدم نتاج شياها وآباله كان يقول ها هذا من شؤم الإسلام ويرتاد فالآية تقول فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ارتد خسر الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المبين الاسلام ببركه هذا لا شك فيه. لكن ليس معنى البركه تغير القوانين الطبيعيه. بركه في الاخره فيه، بركه في الدنيا فيه. هذه البركه لا تعني تغير القوانين الطبيعيه انه اذا انت اسلمت القوانين الطبيعيه تتغير، لا، القوانين الطبيعيه الها مسير. الله سبحانه وتعالى لا يغير هذه القوانين لاجل اهوائنا. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. فاذا القوانين الطبيعيه لها مسير. لكن اذا انت اسلمت النظام اذا صار نظام صحيح النظام الصحيح يولد التقدم النظام غير الصحيح يولد التاخر. يعني مثلا إذا الدولة يحكمها نظام صحيح زين هذه الدولة تأتي وتبني السدود وبطريقة علمية طبيعية تحفظ المياه تكثر الأراضي الصالحة للزراعة تستصلح الأراضي تشوف الزراعة تصير كثيرة الصناعة تصير كثيرة والناس يثرون بس شوف هاي اليابان مثلا دولة فقيرة من حيث المعادن اراضيها حتى من الجهه الزراعيه ليست صالحه الا لبعض انواع الزراعات. لكن اقتصادها عالميا ثاني او ثالث اقتصاد عالمي. مع انها تستورد كل شيء تقريبا من المواد الطبيعيه، ليش؟ لان النظام الاقتصادي اللي عندهم وكذلك النظام السياسي في الجمله حسب الموازين الطبيعيه. تجي إلى بلدة من البلدان الإسلامية أو من بلدان العالم الثالث حسب تعبيرهم يوجد فيها النفط ويوجد فيها الغاز ويوجد فيها أنهار ويوجد فيها أراضي صالحة للزراعة وتشوف الشعب فقير يعني الثروات الطبيعية موجودة لكن سوء النظام سواء نظام من الحكومة أو من الناس يعني مو فقط احنا نذب اللوم على الحكومات لا قسم منا مربوط بالناس مرتبط بالناس ذاك الياباني في اليوم يشتغل ثمان ساعات، وهذا اللي في بلدنا في تقرير قرأت أن في البلدة الفلانية من البلدان الإسلامية الموظف يشتغل في اليوم ثلاث دقائق. العامل هناك ثمان ساعات يشتغل في المعمل ثمان ساعات مستمرة. لكن المعمل في البلد الفلاني الإسلامي بدال ما يشتغل ثمان ساعات، الساعات المفيدة ساعة أو ساعتين. بقية الساعات تهدر شوية منك يتأخر في المجيء شوية أسرع يخرج من المعمل وفي وسط العمل مثلا يخلي فترات استراحة طويلة وهكذا إما يسرق من العمل أو أنه زين ما يعمل هو طبيعي ذاك يتقدم لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا في غزوة بدر المسلمون عملوا بتوصيات الرسول واوامره ففازوا في المعركه. لكن في معركه احد في البدايه عملوا بكلام الرسول انتصروا، بعدين قسم منهم خالفوا كلام الرسول انقلب الانتصار الى هزيمه. مع انه الرسول صلى الله عليه واله موجود بينهم، واحنا مو احسن من الرسول اذا المسلمون والرسول بين اظهرهم والرسول يدعوكم في اخراكم كما في الايه الشريفه. إذا خالفوا أمر الرسول يصير فيهم نكسة وزين إحنا قول الرسول ما موجود بيناتنا الآن اختاره الله إلى جواره والإمام الآن غائب عنا بسوء أعمالنا إذا لا نعمل بالقوانين الطبيعية ما نوصل إلى نتيجة نعم إذا أنت عملت بالقوانين الطبيعية ودينك هم دين صحيح راح تتقدم على الآخرين أكثر إذا أنت تعمل بالقرآن الكريم تصير سيد في العالم ليش؟ لأن القرآن يأمر بالعلم يأمر بالعمل يأمر بالكد ينهى عن الكسل ويأمرك بما يكون صالحا لدنياك وآخرتك زين فالآن نرجع إلى كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهو أنه أنت النقطة الأولى تتعلم الأثر عن الرسول النقطة الثانية تتعلم الجواب النقدي النقطة الثالثة أن تجر الخصم لكي يعترف ببعض الأمور في ضمن الجدال فلما اعترف بها ألزم بما اعترف به بعض الأحيان أنت تجادل واحد ما يعترف خاصة إذا لم يكن محقا مرة واحد جاي محق يعترف لكن غالبا ذول يجون للتعنت ما يعترف بس أنت حاول الإيقاع به لكي يعترف أول تستدل بالحديث بعدين هو يقول لك هذا حديث مو صحيح زين أن أنت تعال أثبت له أن هذا الحديث صحيح راح ينقل الكلام إلى زاوية أخرى اما من الاول اساله هذا الحديث صحيح لو مو صحيح زين يقول صحيح تقول له صحيح هذا الحديث تعترف يقول نعم زين نقول دلاله الحديث هكذا اذا تورط بالدلاله بعد ما يقدر يرجع يقول لك هذا الحديث مو صحيح لان انت الزمته ان يعترف بذلك النقطة الأخرى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يذكرها كسر الباطل بباطل يعتقد به الخصم لإحقاق الحق مو أنت تستدل بالباطل هو ده يقول كلام باطل تقول له هذا كلامك الباطل يخالف ما تعتقده أنت ولو أن عقيدتك باطلة أيضا أكو تناقض في فكرك في اعتقادك أنت تقول بالتثليث مثلا تقول بالتثليث لكن المكان الفلاني من الإنجيل في الايه الفلانيه في كذا يخالف التثليث زين الانجيل الموجود في ايدينا هو محرف لكن انت تكسر باطله بباطل اخر هو يعتقد به تكسر الباطل بالباطل مو انه انت تستدل بالباطل لا تكسر الباطل بالباطل هذه نقطه ايضا النقطه الخامسه عدم خلط الحق بالباطل بل الاقتصار بالحق، يعني انت تستدل بالحق. صحيح تكسر باطله بباطل، لكن استدلالك لازم يكون بحق. اكو بعض الاحيان الانسان عنده كلمة حق، لكن يستدل لهذه الكلمة الحق بكلام باطل. هذا يوقعه في محاذير. في الحديث الشريف "لا يطاع الله من حيث يعصى". انت بطريق الباطل ما تقدر توصل للحق. انت تريد توصل للحق؟ لازم طريقك ايضا يكون حق. الحق نزيه جدا لا يتحمل ان تصل الى ذلك الحق بطريق باطل، اذا انت سرت في طريق باطل راح توصل الى باطل ما راح توصل الى حق. الغايه تبرر الوسيله اذا الغايه هي حق لازم الوسيله تكون حق. اذا الوسيله كانت باطل الغايه ايضا تكون باطل. ذاك كان يسرق خبز ورمان بعدين يروح يتصدق للفقير تصدق للفقير شنو مو زين خزين فقير جوعان انت تعطيه خبز وتعطيه رمان لكن يطي خبز ورمان من جيبك مو من جيب الناس تسرقها منهم لذلك الامام الصادق عليه الصلاة والسلام اعترض عليه قال انت سرقت رمانتين وقرصين هذه اربعة معاصي وبعدين بدون اذن اصحابها رحت دفعتها للفقير، هذه اربعه معاصي اخرى اضيفت، لان التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام. فاذا الانسان لازم لا يخلط في استدلال الباطل بالحق، لازم استدلاله يكون حق. اكسر باطله بباطل يعتقد به، ما يخالف، لكن تريد تستدل استدل بحق. هذه هم نقطه جدا مهمه. مو انه تفكر الان اني الزمه بالطريقة باطله هو ما يلتفت الها اولا يمكن يلتفت الها فالايه تنقلب عليك وثانيا يمكن الان ما يلتفت بس بعدين راح يفكر يشوف اوه كلامك باطل كان فيشكك في كل كلامك الاخر انا قرات في احدى الصحف قبل حوالي عشرين عام يذكر انه لماذا كثير من الناس يتبعون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد أن لم يكونوا أتباع أهل البيت كان ذاكر هو الكاتب لم يكن من أتباع أهل البيت بس هو كان يحل القضية يقول السبب في ذلك أن بعض مشايخنا حسب كلامه يكذبون على الناس في الاستدلال زين هذا إنسان عامي ما يفهم تنطلي عليه الكذبه لكن اكو ناس مثقفين، اكو ناس يفهمون، اكو ناس طلبه علم وايضا يتابعون، هسه البعض ما يتابع يمشيها لكن البعض يتابع يقول هؤلاء الذين يفهمون ويتابعون يكتشفون الكذب. فاذا اكتشفوا الكذب قناعتهم تتزلزل. فاذا تزلزلت قناعتهم قبولهم للفكر الاخر اللي بين قوسين أنا أذكر اللي هو الفكر الحق يكون أسهل فهذه نقطة أيضا يذكرها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نقطة أخرى الإمام يذكرها أن الإنسان يتمرن على الجدال بالتي هي أحسن لأنه هو فن الجدال فن أكو إنسان عالم لكن لا يعرف كيفية الجدال وأكو إنسان جاهل يعرف تنميق الكلام وتزويقه وتجميله والمغالطة فإذا أنت تريد تجادل يكون عندك علم وأيضا تعلم فن الجدال قسم منه موهبة وقسم منه بالتمرين نقطة أخرى يذكرها الإمام الصادق أنه حاول أن لا تشتت الكلام لأنه أهل الباطل عندما تحصر في زاوية يحاول أنه يغير الكلام يشتت الكلام أنت لا تحاول يعني أنت لا تستجيب إلى تشتيت الكلام نقطة نقطة وصلها إلى نتيجة ثم انتقل إلى نقطة أخرى وهذه مسألة مهمة ونحن لاحظنا أن كثير من الناس اللي يأتون إلى المناظرة في الفضائيات في القنوات في مواقع الإنترنت عندما توصل إلى زاوية حرجة يحاول يشتت الموضوع ينتقل إلى موضوع آخر فيبدأ المناقشة من الصفر لا لا تخلي يشتت الموضوع رجع إلى الموضوع دائماً هذه نقطة. نقطة أخرى يذكرها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه أنت لا تخاف من الخصم. إذا أنت تعتقد أنك على حق وكلامك صحيح الباطل زهوق، لا تخاف من الخصم. فلذلك إذا ذكر كلاماً اقترب من كلامه. ولكن حاول أن لا تزل في كلامك. يعني لا يكون كلامك بدون تفكر. لا يكون كلامك على البديهه وبسرعه لا فكر بالكلام حتى لا يكون هناك زلل في كلامك ياخذك الخصم في ذلك الزلل ويضيع الموضوع الاصلي فهذه نقاط عشر الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الطويل يبينه لان بعض اصحاب الامام عندما ناقشوا هذا الشامي ما قدروا يتغلبون عليه لانهم لم يراعوا بعض هذه النقاط أما هشام بن الحكم راعى هذه النقاط فلذا تغلب عليه فهذه نقاط عشر على كل مبلغ وكل مجادل أن يراعيها لكي يتمكن من هداية الطرف الآخر مو الكلام أنه مراء لا المراء مو زين مراء يعني أنا أعتقد بشيء وأريد أثبت هذا الشيء بأي ثمن كان لا جدال بالتي هي أحسن إذا طرف المقابل متعنت متعجرف الآية تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إذا متعجرف ومتعنت لا تستمر في الجدال معه إلا إذا أنت كنت تريد هداية من يستمع إلى هذا الجدال أو هداية أصحابه حتى لو إذا هو لا يهتدي الجدال بالتي هي أحسن يقتضي أن أنت تكون كلامك حق وان تعرف فنون الجدال، وان لا تجعل الباطل وسيله لاثبات حقك، وانما تجعل الحق وسيله لاثبات الحق، اما كلام ذاك الباطل تكسره بباطل من كلامه، لا بأس. تأخذه بكلامه الاخر تكسر باطلا بباطل، لا بأس، اما تستدل على الحق بالباطل، كلا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لهداية الناس ولأن نهتدي قبل ذلك هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين